نحن صامدين وباقين على أرضنا، أرض الآباء والأجداد، نعطي صورة للعالم كله، للإرهابيين اللي أجوا دمروا الحجر معلش، بس ما قدروا يدمروا فكر البشر. رح يصير عندك سيارة تانية. يلا إن شاء الله رح يصير عندك أي السيارة التانية. مو من إيدكم أكتب. مو من إيدكم هالشيء. نحن وخلقنا هون وعشنا هون طول حياتنا. ونحن نتمنى أكيد من كل مسيحي دير إزور يرجعوا. طبعا الأكترية في كتير ناس سافروا يعني. بس في ناس هون. أو أتوقع الأكترية حابين يرجعوا.